يا هلا مرحبا حيا المتابعين. اليوم عندنا ستاند لجهاز السكروسو او جهاز منشار الخطاط من شركة هاوي عدد. خلونا نشوف طريقة تجميعه وتركيبه. وقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسى تضغط زر الاعجاب وتشترك في القناة وتفعل الجرس ليوصلك كل جديد من قناتنا. نفتح الكرتون، هذه البراغي اللي نحتاجها في تركيب الستاند، وعندنا منشور طريقة تركيب الستاند والبراغي والقطع الموجودة داخل الكرتون. تغليف كامل للقطع عشان ما تتأثر وقت الشحن، وهذا آخر قطعة. أول شيء نتأكد بعدد القطع، عندنا حرف الـ A، هذا حرف الـ A حبتين، حرف الـ B هذه حبتين من حرف الـ B، هذه حرف الـ C حبتين، حرف الـ D حبتين، حرف الـ E 4 حبات، حرف الـ F 4 حبات. هذه البراغي كلها موجودة داخل والأرجل. حين راح نبدأ التركيب، أول خطوة راح نحتاج حرف الـ B، نفرد الحبتين هنا واحدة وهنا واحدة، يكون شعار هاوي مقلوب، والحبة الثانية تكون في المقابل. نجيب حرف الـ E، نخلي النقاط المتقاربة تكون فوق، وهذه راح تشبك في هذه الفتحات، نركبها من برا بهذا الشكل. 4 جهات راح نستخدم برغ صغير مع صامولة. الصامولة من وراء عندها أسنان، فمجرد ما نشدها راح تقفل وما تفتح من مكانها. الجميل في هذا البرغي لو نلاحظ عندنا مربع في رأس البرغي، مجرد ما نحطه راح يثبت، ما يحتاج نمسكه من وراء، مجرد ما نحطه ونقفله بالصامولة للجهة الثانية. نركب الرجل بهذا الشكل، نحط البرغي، نركب الصامولة، يكون الشد يدوي إلى أن نركب الستاند بشكل كامل، وبعدين نشده الشدة النهائية. هذا الشكل ثبتنا الرجلين. الحين راح نستخدم قطعة حرف A نوقف هذا الرجل، وعندنا هذه الفتحات المربعة نشبكها بهذه الطريقة. نحط الرجلين بهذا الشكل. لو نلاحظ خلينا الرجل تكون من برا، تكون القطع اللي تحت من داخل والرجل تكون مشبوكة من برا. بهذا الشكل ثبتنا الأرجل بشكل كامل. يحتاج نثبت الدعامات بين الأرجل. نستخدم القطعة الصغيرة، نخلي الكسرة تكون على تحت، نثبتها من داخل. أهم شيء وقت التركيب ما نشد الشدة النهائية عشان يكون عندنا مرونة، ونركب القطع بنفس الفتحات بعدها نشد الشدة النهائية. في هذه المرحلة جمعنا الستاند بشكل كامل، حين نقدر نشد الشدة النهائية ونستخدم فيه مفتاح رقم 10. وباقي تركيب الرجل النهائية. هذه الرجل نقدر نتحكم في ارتفاع الستاند، عندنا أكثر من فتحة في الرجل النهائية، وعندنا الفتحات الموجودة في الستاند نركبها بالارتفاع اللي يناسبنا. بنفس طريقة تركيب الستاند نحدد الارتفاع اللي نحتاجه، نفترض هذا الارتفاع، نحط البرغي ونقفله بالصامولة من الجهة الثانية. عدد البراغي راح تكون 4 براغي لكل رجل موجودة في الستاند. ورجعنا لكم في يوم جديد بعد ما ركبنا الستاند، فتحنا جهاز سكرولسو هاوي عدد الجديد مقاس 21 انش. راح نشرح لكم تفاصيله وميزات الجهاز. عندنا مساحة الطاولة جدا كبيرة، العرض 40 سنتي، وطول الطاولة 65 سنتي، وإلى نهاية الذراع 76 سنتي، فيتيح لنا الشغل على الأعمال الكبيرة بكل أريحية. عندنا غطاء حماية عن الغبار، نقدر نرفعه نشتغل بدونه أو ننزله على حسب اختيارنا.
وهذا القطعة للحماية عشان ما تردد لنا الخشب، نحطه على سمك الخشب وقت الشغل ما راح تتحرك، فيعطينا حماية أكثر وقت الشغل. وعندنا منفاخ هواء هذا راح يساعدنا وقت القص. بالعادة نحط الرسمة على الخشب ونقص، وقت القص راح يطلع إنشارة أو غبار، وبهذا المنفاخ راح يساعدنا في القص. وقت التشغيل راح يطلع لنا هواء، بهذه الطريقة راح تكون الخطوط واضحة وبدون أي غبار. المنشار متعدد السرعات، نقدر نتحكم بالسرعة من 550 إلى 1600 تردد في الدقيقة. مفتاح التشغيل مغناطيسي، مجرد ما نضغط راح يشبك المغناطيس يوصل الكهرب، وقت ما ينطفي الكهرب ما راح يشتغل، لازم نضغط ونشبك المغناطيس، هذا يعطينا حماية وقت انقطاع الكهرب. وميزة المفتاح من فوق الجهاز، المكان مفتوح وبسرعة الوصول له وقت التشغيل والإيقاف. تبديل الريشة جدا سهل من غير أي مفتاح، مجرد ما نفتح هذه الوردة راح يطلع معانا المنشار، ونفس الشيء من تحت تغيير وربط الريشة من غير مفتاح. في بعض الأعمال يحتاج نحط الريشة وسط الخشب عشان نفرغ أشكال داخلية، يحتاج كل شوي نفتح الريشة ونحطها وسط الخشب ونرجعها مرة ثانية. مع هذا القفل نفتح الريشة، نرفع الذراع بهذا الشكل، نحط الريشة وسط الخشب ونرجع الذراع ونشتغل مرة ثانية بشكل مباشر. بعد ما نفرغ نرفع الذراع، نحط الجهة الثانية، نبدأ الشغل. من الأشياء المهمة في شغل السكرول سو شد الريشة. بعد ما نركب الريشة تكون مرتخية، عندنا هذا الشداد حجمه كبير وسهل الوصول، نرفعه ونشوف المقدار اللي نحتاجه. وخلونا نشوف ثبات الجهاز، هذا على أبطأ سرعة، خلونا نرفع السرعة ونشوف ثبات الجهاز. هذا عندنا على أعلى سرعة، ولو نلاحظ العملة المعدنية جدا ثابتة من غير أي اهتزاز. عندنا طاولة العمل تميل للجهتين مقدار 45، والحلو في الطاولة عندنا نقطة إيقاف للزوايا المشهورة 0 22.5 30 45، ونفس الشيء في الجهة الثانية 22.5 30 45. مجرد ما نرجعها راح ترجع نقطة الصفر. عندنا أقصى ارتفاع للقص 5 سنتي، وعلى وضعية 45 يكون أعلى ارتفاع للقص 2 سنتي. عندنا إضافة جدا جميلة في هذا الجهاز، غرفة يتجمع فيها الغبار وقت القص، هذه بوابة، وعندنا بوابة ثانية، ومن قدام اكريليك يغطي هذه الحجرة يتجمع فيها الغبار وينشفط مع فتحة شفط النشارة. وعندنا خلف صندوق جمع الغبار منفذ لشفط الغبار، مقاس 1.5 إنش، ونقدر نتحكم في اتجاه المنفذ على حسب اتجاه هوز الشفط. قوة الموتور 120 واط، كهربة الجهاز 220 فولت، 60 هرتز، سرعة التردد 550 إلى 1600 تردد في الدقيقة.